مناقلة مبالغ من قبل الوزارات، وزارة النفط والمالية، وكان مساعدة وزارة التخطيط ودعم وتوجيه دولة رئيس الوزراء بالاهتمام الكبير بمحافظة ذيقة، التربية والصحة وقطاع الرياضة والشباب والبنى التحتية وبقية القطاعات الأخرى، هي ضمن الأولويات ضمن الاهتمامات. هذه المشاريع ستكون مترابطة بالإضافة إلى المشاريع التنموية، سيدرج ضمن قانون الموازنة لعام 22 شمول المحاضرين وأيضا العقود الذين لم يشملوا سابقا ضمن قرار 315، ويتم تحسين رواتبهم وأيضا إضافة الامتيازات التي يتمتع بها الموظف على الملاك الدائم.